سواء على خلي اقتصاديا وعسكريا. خلينا نوقف عند عدة محطات. نعم. حضرتك تفضلت الآن تتحدث عن واحدة من أهم النقاط الحضارية في تاريخ العراق الحديث. خلينا نتوقف أولا عن 1958، النظام الملكي، حدثت ثورة قامت بها القوات المسلحة، تسمى في بعض يعني الأدبيات انقلابا عسكريا، لكن كان واضح تماما أنه الشعب العراقي ساهم مساهمة كبيرة، ومرحلة التحضير للثورة عرفت واحد من أهم التحالفات. كانت الأحزاب الفاعلة أحزاب كثيرة، وكان أبرزها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، والتقوا في جبهة وطنية عام 1956، وبدأ طبعا الشارع بشكل عام يعني ينتمي لهذا الحزب أو ذاك، يعني بدأت حركة شعبية واسعة، و لكن ليس لها القدرة على التغيير، لأن التغيير يأتي بالقوة العسكرية. وبالتالي نجح عدد من السياسيين في اختراق جدار القوات المسلحة، وبدأت حركة الضباط الأحرار، وحركة الضباط الأحرار أغلبهم أما قومي يعني وأما بعثي يعني أكثر، وأما شيوعي يعني حقيقة يعني كانت هناك. فأنت في تقديرك كيف تقيم هذه المرحلة؟ هل كان انتقال العراق إلى النظام الجمهوري أفضل من النظام الملكي؟ أم لأن أنا أسمع الآن وأنت تسمع، خلينا نكون واقعيين وحقيقيين، الكثير من الناس الآن العراقيين يقول لك والله لو باقي على الزمن الملكي بزمن الملكية أحسن لنا، حتى من ناحية الشكل الديمقراطي، مجلس نواب كان هناك يعني مثلا لا يذكر أحد إلا ما ندر من أغلب شيء إقصاء أو اعتقالات أو إلى آخره. فما رأيك أنت؟ هل كان لصالح العراق كبلد يعني كدولة أن يحدث ذلك الانقلاب؟ يعني أنا أتكلم لك تقييم كعراق كمواطن عراقي يعني. نعم. أنا مو من هاي الفترة ولكن بعدها بقليل، ولكن عشنا يعني عشنا الفترة هذه، عشنا تداعيات هذه الفترة. وأنا رأيي الشخصي أنه كانت لم يكن وقتها ثورة عبد الكريم قاسم لم تكن هي مناسبة في ذلك الوقت، لأنه دائما الثورات تحصل على خراب ودمار وظلم وفقر وغيرها من الأمور الكثيرة اللي تحصل، لكن ما كانت موجودة هذه في العهد الملكي. يعني مبررات قيام الثورة لم تكن مبررات كافية يقتنع بها كل العراقيين، وإنما كان الصراع على السلطة، كان من يصل إلى السلطة ويتسيد البلد من دون استراتيجية، من دون أفكار، من دون حزب لديه
أجندات عمل واضحة وقاعدة شعبية. ولذلك ترى أنه حالما حصلت الثورة في بدايتها يعني قتل العائلة المالكة بهذا الشكل ترك أثر كبير في نفوس العراقيين. لم يكن العراقيين مهيئون لأن يروا هذا الملك أو هذه العائلة التي لم تتسبب في ألم للعراقيين أن يقتلوا بهذا الشكل. هذه كانت أول أخطاء ثورة تموز 58. أعقبها اغتيال قتل القيادات اللي من طبخشلي والشواف وغيرها القيادات القومية. قيادات القومية يعني وأنا يعني تحدثت مع حتى مع أبناء المرحوم الطبخشلي نواف الطبخشلي وما زال أحد أبنائه من أصدقائي الأعزاء وقريب إلي يعني بشكل أو بآخر. ويعني كان كفر يعني هذا كان اللي حصل في ذلك الوقت. كانت أولى الأخطاء الكبيرة هي مقتل العائلة المالكية بهذا الشكل وثم مقتل قيادات لها وزن على الساحة العراقية وتقدير واحترام. ولذلك انقلبت هذه الثورة إلى صراعات في من يسيطر على الحكم لكي يصحح الوضع اللي القائم. وبالتالي لاحظنا ما بعدها بدأت ثورة البعث في 63 ثم أيضا جاء غيرهم لكي يسقطهم في نفس السنة. وهكذا استمرت الأمور إلى أن حسمها حزب البعث في عام 68 بعد أن أسس قاعدة وقيم ومبادئ معينة يستطيع أن يبني دولة من خلال الأفكار هذه. وفعلا بنى دولة. العراق جزء من الأمة العربية كما تعلم، وحركة الأحداث في العراق هي جزء أيضا من حركة أحداث التاريخ العربي. نعم. بشكل عام أنت تعلم أنه عام 52 قامت ثورة في مصر. بالضبط. وكانت ثورة 23 يوليو، وبالتالي بدأ مدا قوميا واسعا. هذا المد القومي بدأ يترك تأثير، وثورة العراق في 14 تموز 1958 هي واحدة من النتائج التي أدت. ثم في نفس الوقت كان هناك تكالب استعماري، لأن لا يريد الاستعمار أن يخسر مكاناته ومكاسبه. فصار العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وأنت أنا أتذكر يعني الشارع العراقي هب بكل مكوناته. يعني أنا مو كنت يعني كبير في العمر، بس كان يعني كان قد الشارع وعي، بحيث الجميع كل القوى السياسية، الأحزاب المستقلة والأحزاب ذات الأبعاد القومية والأحزاب ذات الأبعاد الأموية الأممية، كلها التقت حقيقة وأيدت. فلم يحدث في مصر مثل ما حدث في العراق. نعم كان هناك بعض التشابه، يعني إذا أخذنا محاولة اغتيال جمال عبد الناصر مثلا اللي يعني اتهم بها تنظيم الإخوان المسلمين، عندنا صارت حركة مشابهة، صارت مثلا حركة الشواف في الموصل أيضا، اللي من نتائجها اللي حضرتك تفضلت به أنه تم تصفية عدد كبير من الضباط القوميين المعروفين ذات التأثير الفاعل ذات القدرات المعروفة ذات الدور البارز والمهم والكبير في ثورة
14 تموز، يعني ليس فقط هي كان لها دور في ثورة هي هم الذين صنعوا. يعني هناك الكثير اليوم خلاف حول من كان أهم، عبد الكريم قاسم أم عبد السلام عارف، وهناك شبه اتفاق أن عبد السلام عارف، عبد السلام محمد عارف هو كان أول أو أبرز أو أكثر الناس اللي عين وزير داخلية ثم تم عزله ثم إلى آخره. فأنت في تصورك متى بدأت ولم تنتهي مع الأسف الخلافات التي أدت إلى ضعضعة الدولة العراقية ودخول العراق في انقلابات حتى عام 1968؟ يعني هو موضوع تاريخي مهم جدا ومرحلة تاريخية مهمة من العراق، لأنه هي اللي بدأت من ذلك التاريخ بدأ تبلور شكل الدولة العراقية أو شكل الأنظمة التي جاءت لاحقا. الموضوع أنه لا تنسى أنه بريطانيا من عندما خرجت من العراق لم تترك العراق بشكل كامل، هذا واحد. اثنين، قصدك خروجها من العراق، يعني العهد الملكي، يعني هي 58 يعني أصبحت هي كانت تدعم النظام الملكي وهي كانت شبه موجودة بالعراق لحد 58. فمن تحول هذا التحول اللي صار يعني كان شبه مسيطرة على العراق هي من بريطانيا لغاية ال 58. فلذلك بعد ال 58 بريطانيا بدأت تحوك المؤامرات وشخصيات معينة باتجاه أن لا يستقر العراق وتعود العراق بشكل أو بآخر، هذا من جهة. ولكن الخطر الأكبر اللي كان هي من إيران اللي بدأت تحرك الأكراد مثلا، هذا كان سبب أساسي في بدايات تأسيس العراق الحديث من قبل 60 عام بعد من أصبح جمهورية. يعني كان أولى المشاكل اللي جابت العراق هي مشكلة الأكراد اللي ظهرت، وللأسف أنه عبد الكريم قاسم هو من دعا مصطفى البرزاني من روسيا أن يعود إلى العراق ويستقر في بلده بأمان وسلام. شنو الخطأ في ذلك؟ هو ليس خطأ، هذا ما هي مشكلة. شوف يعني الخطأ هذا اللي سواه عبد الكريم، اجى البعث سووا أكثر، أعطاهم حكم ذاتي وصلاحيات واسعة، وبالنهاية الآن يعني بدأ الدول الجوار تستغل قيادات الكردية لغرض تقسيم العراق وضربه وإيذائه. هنا القضية شوف ما زالت، يعني نحن أنا من صغري وأسمع والدي وغيره من أهلي كلهم اشتركوا بعمليات الشمال، كانت يعني منذ بداية الستينات وإلى أن 75 يلا انتهت وثم عادت مرة ثانية ورجعت. يعني هذا عشنا احنا فد مشكلة وضعت يمان كل ثقل في حين في السابق. قصدك يعني لم تحصل، يعني البرزاني او الحزب الديمقراطي الكردستاني تأسس بمرحلة قبل هذا، يعني قبل هو رجع بال 61 ال 46 هو تأسس في مهابات في ذلك الوقت، ولكن
استمر الى ان اجى بعدين صار انتقل للعراق، لانه مصطفى بارزاني كان هو في مهاباد، وكان يعني هو كان القائد العسكري ولا رئيس اركان، وحتى البرزاني الان مسعود البرزاني هو ولاته مهاباد وليس العراق. ومن ام غير عراقيه، وبالتالي ها يعني شوف العراق ايش قد طيبته تجاه الاخرين وتسامحه مع الاخرين واحترامه لحقوق الاخرين، يعني جعلت الاخرين يطمعون به. الدول الجوار وكانت على مدى السنين منذ الخمسينات كان هناك تدخل من إسرائيل ومن إيران لدعم الأكراد لغرض إثارة الفوضى والمشاكل في العراق، واستنزفت أموال العراق وأبنائه بحروب مستمرة. حرب الشمال طالت كثيرا، خسر كثير من أبناء العراقيين سواء من الأكراد أو من باقي القوميات الأخرى. يعني حرب أهلية كانت استمرت لسنين طويلة عانى منها العراق. إذن لم يترك العراق يعيش بأمان. قلت لك إلى أن صارت 68، هذه التاريخ يعني الآن كل العراق يتحدثون عنها. 68 بدأت مرحلة جديدة، بدأ حل موضوع الأكراد، بدأ التأميم النفط، لكن هذه الخطوات هي التي كانت سببا في أن يحتل العراق لاحقا، لكون ما حصل هو وضع العراق على الطريق الصحيح. أرجعك مرة ثانية، يعني أسباب قيام ثورة 58، أنت تعلم لأن هذا الموضوع مرتبط فيما بعد، يعني مرتبط في كل حالة التآمر التي تعرض لها العراق بعد 68، مرتبط في الفترة الواقعة بين محاولة توقيع معاهدة بورتسموث و التظاهرات التي خرجت في بغداد ضد هذه المعاهدة، وأرخ الجواهري الشاعر العراقي الكبير ذلك في بعض قصائده، خاصة عندما استشهد أخوه جعفر في قصيدة المعروفة أخي جعفر، وهي من أروع القصائد يعني. وبعد ذلك أريد للعراق أن يدخل فيما سمي في ذلك الوقت بحلف بغداد، وبالتالي كان الله يرحمه ما نقول غير شيء نوري سعيد في تلك الفترة كان هو اللي يقود السلطة في العراق، وطبعا كان الذي يصول ويجول هو الوصي، كان عبد الإله اللي هو خال الملك فيصل الثاني الله يرحمهم. فهذه الأسباب هي التي دفعت الضباط إلى القيام بالثورة في ثورة 58. بعد ثورة 58 كل كيف دخل البريطانيون، كيف دخلوا للتأثير على حركة
الأحداث. هناك الكثير من الكتاب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، يعني موضوع التأثير البريطاني على أو التأثير الإنجليزي على مرحلة ما بعد عبد الكريم قاسم. فكيف أنت كيف ترى هذه المسألة، هذه النقطة، هذه المرحلة؟ أنا قلت لك أنه إنهاء النظام الملكي وإنهاء سطوة بريطانيا في العراق، هذا بالنسبة للموضوع ليس بالسهل. يعني معاهدة ساكي فيكو عندما قسمت العرب كان حصة العراق هي من حصة بريطانيا، وبالتالي يعني هذه الثورة كأنما هي إخراج بريطانيا من العراق تماما. وهي تعرف بعد الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا وغيرها من الدول المدمرة حتى تعوض الخسائر اللي صارت، لابد أن تستثمر ما في العراق، خاصة بعد ظهور النفط في العراق. بريطانيا استمسكت في العراق وعقود بدأت تستثمر أموال في العراق لغرض النفط، وبالتالي صار العراق هناك ثروة كبيرة فيه. إضافة إلى أن مثلا نفط كركوك هو أغزر منطقة في العالم وآخر منطقة ممكن أن ينتهي فيها النفط، إضافة إلى أن العراق تحديدا يطوف على بحيرة من النفط اللي هو العصب الأساسي للصناعة في أوروبا وفي العالم كله، وبالتالي ضياعه من بريطانيا يشكل خسارة كبيرة. ولذلك بدأت المؤامرات في عدم الاستقرار والبديل كان هو بريطانيا. يعني ثورة الشواف ليست لها علاقة ببريطانيا؟ لا لا، هنا أنا قلت لك قبل قليل صار صراع لعدم وجود أيديولوجية معينة، لعدم وجود استراتيجية لبناء دولة قبل 58، لأنه كانت كردود فعل وضباط يعني يقولون يعني متحمسين، لأنه الفكر القومي اللي برز بالثلاثينيات تصاعد بشكل كبير. والأحداث اللي صارت ال52 و56 تركت أثر كبير على المواطن العربي، بدأ يشعر أن الأمة العربية كلها مهددة. ثورة مصر أعطت زخم كبير للعراقيين، وبعد الانتهاء أيضا انتهى الملك فاروق وانتهى أيضا البريطانيين في مصر، شجع الآخرين أنه يقوم بنفس العمل. اللي حصل في مصر تلاحظ أيضا عدوان ثلاثي سنة 56 بعد 4 سنوات من الثورة. يعني إذا هذه هو يعني نقول يعني تقليم أظافر الاحتلال والاستعمار جعلهم يقومون بثورة أخرى. هذا الفعل أدى إلى يعني نزعة قومية كبيرة على مستوى الوطن العربي، بدليل أنه التفاعل مع ثورة مصر والتفاعل مع العدوان الثلاثي. ولو تلاحظ امتداد العام 73 اللي هي مو بعيدة عنها، كيف وقف الجيش العراقي وقفة مشرفة في إنقاذ دمشق من السقوط، ودخل دمشق وهم على الدبابات، على صرف الدبابات منها، وهي أنا واعي عليها وكنت أحد اللي طوعوا للعمل في ذلك الفترة. فالقصد شوف يعني المد القومي العروبي بدأ يرتفع منذ الثلاثينات والأربعينيات. نعم، المد القومي العروبي والوحدوي أيضا لا تنسى، حتى هذه عكس على الوحدة اللي رادت تصير بين العراق وسوريا ومصر. وثم هذا كله طبعا هذا مرفوض من قبل الاستعمار ويحاربها وما زال يحاربها، والأقوال التي الآن يتم تداولها في أن هناك سايكس بيكو جديد يقسم المقسم،
ما قسموه قبل 100 سنة، انتهت المعاهدة في 2017. الآن أكو مخطط جديد، البعض يتصور أنه سيكون هو أسوأ من سايكس بيكو القديم، وهذا اللي يحصل الآن في سوريا والعراق من تقسيم العراق إلى أقسام، وإلى وسوريا والسعودية ومصر وهكذا. هذا هو الاستعمار، لن يجعلك ترتاح. الخلل، نرجع الخلل الأساس هو في إحنا الأمة العربية لم تعمل على أن تكون أمة واحدة، ولذلك يعني يسعى الكثير من يعني الشعوب العربية أن تتوحد لغرض الوقوف ضد هذه الهجمة. فإذا يعني إذا أن أردنا أن نكون يعني أمة عظيمة، يجب أن نتحد قبل أن نبدأ مرحلة لاحقة. أنت يعني حتى يعني نمضي صورة حقيقة موضوعية، نحن نتحدث الآن عن لقطات بالضبط. من التاريخ، تاريخ طويل يعني ما تقدر بعدين مختلف عليه، يعني التاريخ كله في كثير من الأحيان وجهات نظر. البعض مثل ما تفضلت حضرتك الآن، هل عبد السلام هو أكثر عطاء في الثورة أو عبد الكريم؟ يعني هذه أنت مشاهد يعني تسمع وتقرأ الكثير ولا تستطيع أن تجزم، لأنه أنت لم تعش الفترة هذه ولم ترى بعينك، في حين بعض الأمور اللي عشناها في هذه الفترة إيه؟ أحيانا الأشياء تعيشها تيجي تقرأ عنها أشياء نعم، لا تعرف لكن تحصل قناعة. يعني عندما نتكلم عن فترة السبعينات، عندما نقول أن العراق نهض في هذه الفترة، عشنا هذه الفترة إحنا ولمسناها وما زالت آثارها موجودة، نستطيع طيب أن نؤمن بها. الصراعات الداخلية، يعني احنا أخذنا الصراعات الداخلية، طبعا كانت هناك صراعات داخلية في زمن في العهد الملكي، كانت هناك صراعات قوية، وحصلت ثورة رشيد علي الجيلاني، وحصلت عملية إعدام للضباط السبعاوي وصلاح، يعني الأسماء مع ثورة الأسف مايو هي أسماء كبيرة ومهمة في تاريخ ثورات العراق. ال20 اليوم 36 41 كلها هذه، اليوم عندنا حالة من الصراع السياسي، الصراع سياسي متشعب متنوع. اليوم يعني هناك في الساحة السياسية العراقية صراع، يعني هناك الآن ما يسمى بثقافة الميليشيات، هي التي تتسيد لأسباب كثيرة ومتنوعة وبدوافع شتى وبدعم مختلف من جهات مختلفة متنوعة. كيف ترى المشهد السياسي المعاصر في هذه الأيام من ناحية الصراع الطائفي والصراع الداخلي والصراع العرقي في داخل العراق؟ يعني لو نظرنا إلى المجتمع العراقي، مثل ما تفضلت قبل قليل وقلت أنه هو تنوع موزايكي، يعني حقيقة الأمر هو يعني الحقيقة هو هذا هو سر نجاح، يعني تنوع المجتمع العراقي والود والتقارب فيما بينها، هو كان هذا مصدر قوة للشعب العراقي وليس مصدر ضعف. ولكن عندما تأتي دول معينة تلتزم هذا المكون أو ذاك، أو تحرض هذا أو ذاك، هنا تبدي هي المشكلة. يعني أنت تعرف أنه، وأنا أقر بصراحة يعني وأقولها، وهذا رأيي أنا بالنسبة لي، الدين
أو غطاء الديني هو سبب رئيسي في إيذاء العراق. الطائفية اللي انزرعت هي بسبب انحراف رجال الدين عن الدين الحقيقي الإسلامي. إيران يعني لم تألو جهدا في أن تستغل فرصة انهيار العراق واحتلال عام 2003 لتتمدد على حساب هذا الشعب وتؤذي أذية كبيرة. وبدأت تنشر الطائفية اللي هي العراق أصلا ما يعرفها إلى الآن، يعني كثير من العراقيين الأصليين فشلت فشلت. صحيح، هناك من الناحية يعني العامة يعني تستطيع أن تشعر أن هناك حكومة طائفية تحاول أن مئات الأمثال، لكنها على صعيد الشارع فشلت. الآن الدليل التظاهرات التي خرجت في الجنوب. بالضبط، هذا نحن قبل 5 أيام انقطع المي عن شمال أو جنوب بابل، يعني الحلة والديوانية وغيرها. هؤلاء هم الذين يعني يحكم باسمهم الحاكمون، فتعرضون إلى، طبعا أنت تعرف حجم النزوح والنازحين من كل العراق، حجم هائل مخيف. ضرر كل العراقيين ضرروا الآن أبد، لا ماكو مكون يقول أنا نجيت من الضرر. يعني يمكن المكون اللي يدعى أنه يحكم هو أكثر الناس ضرروا وهم الشيعة. أنا قلت كذا مرة ومعك لقاء وتحديت رئيس الوزراء بسبب الأحزاب المرتبطة بإيران واللي جندت هؤلاء الناس لحرب معروفة من وراءها ومعروف دوافعها، وكانوا ثمن دفع أبناء الجنوب بلا داعي. يعني هو لو في بهذا الخصوص، يعني قبل أيام ذكرت الجارديان موضوع، وأنا كنت في لقاء على أحد الفضائيات حول هذه العبارة، وهي تقول الجارديان أن القادة العراقيين دفعوا بجنودهم إلى الموت في الموصل. فكان الحديث هو أنه ماذا يقصد من ذلك. فقلت أنا على القناة، قلت أنا خلال 40 أو 50 لقاء جرى ما بين بدء معارك الموصل إلى نهايته وتلعفر، وأوضحت بالخرائط يوم مع يوم يوم بعد يوم الأخطاء الجسيمة اللي ارتكبتها القوات العراقية في هذه المعركة التي أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات والعتاد، ولم يكن أحد يبالي بهذا الأمر. أي أنه كأنما كانت هناك خطة لقتل أكثر عدد من العراقيين العسكريين والمدنيين وتدمير مدنهم وتدمير أسلحتهم حتى يكونوا يعني يظلوا خاضعين لسلطة الاحتلال الأمريكي. يصير فراغ، هذا هو يعني وليس الاحتلال فقط، الفرق
بعض المحللين السياسيين والعسكريين بشكل عام هو أحداث فراغ سكاني في مناطق واسعة من العراق، وهذا تغيير ديموغرافي، هذا واضح يعني، هذا أيضا قد رحنا إلى حتى بالخرائط شرحت أنا شرحت الموضوع، وحتى موضوع التنظيم، تنظيم الإرهابي داعش الآن يتحدثون عنه، تنظيم داعش سيبقى في العراق وسيبقى في أي منطقة توجد فيها احتلال، لأنه هو أداة الاحتلال لغرض تفتيت هذه الدول وإيذائها، وبالدليل أنه هناك يتنقل تحت إشراف جهات ومن مكان إلى مكان بسيارات مكيفة ويقاتل في المنطقة الفلانية ثم ينتقل إلى أخرى، واتفاقات تجري من هنا وهناك يدفع ثمنها أبنائنا، وبالتالي هو باقي، وما زالت أراضي العراق أكثر من 100,000 كيلومتر مربع الآن هي مسرح لعمليات هذا التنظيم الإرهابي، والأسباب دخوله معروفة، والخسائر الكبيرة اللي تكبدها العراق من يعوضها 100 مليار دولار وأكثر من 100,000 قتيل وجريح، عدد 3 إلى 4 ملايين مهجر، ومدن كلها دمرت ولم يحاسب المقصر. فنرجع إلى الموضوع الأساسي، أنه هل العراق الآن لديه مقومات الدولة في هذه المرحلة؟ نقول نعم، العراق لا يخلو من رجاله، العراق هناك تنظيمات سياسية وعسكرية جاهزة للتغيير، جاهزة لإنهاء هذا الوضع، ولكن الظرف الإقليمي والدولي الآن متمسك بهذه الحكومة لأنه أفضل من يخدمها في تدمير العراق وتقسيمه، وبالتالي يعني الشعب العراقي فاجئ الأمريكان وفاجئ العالم بصموده وبدخول المنطقة الخضراء اللي هم قضية تفضلت بهم أبناء الجنوب، عندما يضطهد أبناء الغربية والموصل وغيرها ويهجرون تجد أبناء الجنوب يثورون ويدخلوا المنطقة الخضراء. إذن الروح الجهادية الوطنية الحقة موجودة لدى الإنسان العراقي، ولكن صبر طويل، يصبر ولكن ينفجر. أنا واثق جدا أن الشعب العراقي سيأتي يوم ليس ببعيد وسترى النتائج، سترى أن كل هؤلاء الذين آذوا العراقيين وسفكوا دماءهم وأهدروا ثرواتهم سيحاسبون حساب عسير، وقريبا وليس بعيد، حتى يسمع المواطن العراقي ليس بعيد، يعني أقرب ما تتصور نهايتهم قربت، لأنه الوضع العراقي لا يحتمل وصل إلى هذه الحالة، والعراقيون لا يتقبلون هؤلاء الناس أكثر مما مضى من الزمن. الخارطة السياسية اليوم، شلون نشوف الخارطة السياسية؟ أنت تعرف يعني أكو انتخابات قادمة، طبعا أكثر من انتخابات جرت في العراق كما تعلم، وهناك تشكيك كبير من قبل قوى لها مصلحة وقوى ليست لها مصلحة، قوى مراقبة حول الانتخابات الماضية، وكان هناك تشكيك واسع. الآن الانتخابات القادمة جاية وعندك مشكلة كبيرة، هي مشكلة الميليشيات وقوة، في هل تتصور أن هذه الميليشيات ستكون بعيدة عن الانتخابات القادمة؟ هل تتصور أنها لن تترك تأثير
تأثير بالغ على نتائج الانتخابات بالفعل أنها تمتلك السلاح وتمتلك القوة وتمتلك الدعم يعني الخارجي والداخلي من قبل قوى إقليمية. قناعتي الشخصية أنه الوضع لن يستمر إلى الانتخابات، لا أعتقد أن هناك انتخابات قادمة ستكون. أعتقد أن هناك تغيير سيأتي قبل هذا، هذا واحد. اثنين، إن افترضنا أن هناك حسب ما يعمل عليه السياسيون الآن التخبط السياسي بدأت بوادرها تظهر الآن، هناك نزعة للميليشيات في أن تصل إلى السلطة وتحافظ على هذه الميليشيات التي هي ذراع الحرس الثوري الإيراني والاستمرار بها وتثبيتها على العراقيين، بالرغم من أن فتوى سيد السيستاني التي صدرت حول الحشد الشعبي انتهت بانتهاء خروج داعش حسب ما أعلن رئيس الوزراء، وبالتالي حتى رئيس الوزراء يرفض إشراك الميليشيات. اللي حصل أنه خلال الأيام الماضية هناك 7 من قيادات الميليشيات بدأوا يستقيلون من الحشد لغرض الاشتراك بالانتخابات، وهناك من شكل أحزاب منهم يعني أحمد الأسدي اللي شكل جبهة أو تكتل المجاهدين، وأيضا هناك فالح الفياض وأيضا حركة عطاء، يعني إذا بدأوا يتجهون للسياسة، وهذا يعني تلاعب لأنه هو اليوم بالسياسة ثم ما بعد ما يعني شو تقول لهم يبجع. أنت يعني ما تقدر تسميه تلاعب يعني، لا هو تقول لك أنتوا إحنا كنا ميليشيات اعترضتوا، نعم لكن إحنا هو ميليشيات أحزاب سياسية، يعني قلت لك هو هناك قضية هناك تلاعب. هو قانون الانتخابات أو قانون تشكيل الأحزاب السياسية وين حتى يعني يمكن واحد يعني بموجب الآن ما عندنا حقيقة ما عندنا حزب يلم كل العراقيين، الحزب الوحيد اللي يمكن أن يلم العراقيين كلهم هو حزب البعث العربي الاشتراكي موجود، يعني هو لهذا الآن يعني أنا بلا يعني بوضوح يعني هناك توجه من الدول المهتمة بشأن العراقي واستقراره أن يعودوا إلى حزب البعث اللي هو الوحيد اللي قدر أن يحتوي كل التناقضات الموجودة في هذا المجتمع. يعني بالضبط، يعني احتوى كل مكونات المجتمع العراقي ووجد حلول لها وبنى دولة، وبالتالي حتى الأخطاء اللي حصلت هي نتيجة الضغط الخارجي اللي عليها، سواء منها حرب الكويت أو سواء من حرب إيران أو سواء منها يعني الأسلحة اللي يعني صار خلاف عليها في الأسلحة البيولوجية أو غيرها. العالم نعم أنه هذا الوضع بهالشكل هذا لن يستمر أبدا، لأنه لا أعتقد أن هناك عراقي يمتلك ذرة من الكرامة وذرة من الوطنية يذهب لانتخاب هؤلاء، لأنه في انتخابات 2005 ذبحت حرب أهلية في 2006 حصلت وهجر ملايين العراقيين وقتل مئات الألوف، في 2010 المالكي، والمالكي مرة ثانية حصلت اللي حصل في الحويجة وفي الفلوجة والتظاهرات، الناس طالب في حقوقها وضربت بالطائرات وبالمدفعية، ومن ثم أكملها بدخول داعش ليأتي العبادي ويستلم سلطة فيها خزينة فارغة وبلد ثلث محتل من تنظيم إرهابي، وإلى الآن انتهى من خروج داعش، بدأ المالكي اللي بدأ المشكلة يعود يحاول أن يظهر بصورة جديدة على السلطة. إذن هذا الموضوع الآن مرفوض، ولكن يعني هذا الموضوع سنتحدث بتفاصيل دقيقة لأنه أنا مهتم جدا وعندي تفاصيل دقيقة عليه. التكتلات الحالية الآن تصير هي يعني مثلا حزب الدعوة يحاول أن يتقرب إلى العبادي أكثر، المالكي هناك يعني رؤى
أنه يعني الملك يكون خارج عملية سياسية بشكل أو بآخر بتقريب العباد، لأنه العباد أصبح هو يعني رصيد أكثر من الآخرين. ما هو سواها نفسه، يعني هو الملك نعم، كان المشكلة اللعبة يعني كلها ما هذه. تذكر الجعفري كان هو الأمين العام. بالضبط، أن اللعبة كلها تعتمد على الكرد. شفنا اللعبة اللي الناس ما يدركوها، الأكراد هم الذي يحسمون من يحكم العراق، هل يحكم الشيعة أم السنة؟ هذا الواقع الحقيقي، لأنه لم يحكم الشيعة في خلال 3 دورات لو لم يتحالف الأكراد معهم. وفي 2010 تعرف أنت من فاز العلاوي، الأكراد ذهبوا مع المالكي وشكلوا أغلبية. إذا الأكراد إذا اتجهوا إلى جهة أخرى لن يحصل البقية على الأغلبية، حتى برغم من دخول ملايين الإيرانيين ومنحهم الجنسية وغيرها. وبالتالي العملية السياسية الآن خلطة كبيرة حصلت تحاول التشويش على فكر العراقي، وتحاول أن تجعل منه ضائع ولا يفكر إلى أين يتجه. وبالتالي العملية السياسية أعتقد أنها لن تستمر للوصول إلى الانتخابات، وهناك أحداث قد تظهر خلال الأشهر القادمة، يعني نتمنى أن تكون مثل ما نتوقع بتغيير لهذه الفئة الباغية التي آذت العراق، وأن يعود استقرار للعراق حتى لو كان بنسبة 50 إلى 60% أفضل ما هو عليه اليوم، فهو أفضل ما أن ننحدر أكثر بوجود حكومة لا ولاء لها إلا للأجنبي، ولم تؤدي واجباتها بشكل صحيح تجاه المواطن العراقي. والمواطن العراقي الآن ضائع ما بين هؤلاء وما بين التطلعات المستقبل. طيب، ارتباطا بهذا الموضوع، يعني بموضوع الحالة السياسية اليوم في العراق، يعني أنت تعلم أن هناك صراع حقيقي بين القوى حتى ذات اللون الواحد، يعني على سبيل المثال بين الأحزاب بين قوسين الشيعية والأحزاب السنية. لا، هذا واقع الحال، نتكلم عن الأحزاب السنية ماكو غير الحزب الإسلامي، ماكو أصلا يعني حصل الحزب الإسلامي يعني يستمد نفوذه وقوته من علاقته بالسفير الإيراني كما كشفت بالضبط الأحداث. بس أكو حركة في الشارع، أكو قوة وطنية، أكو قوة رافضة للوضع الراهن، أكو قوة داخل بين قوسين المجموعة الشيعية ترفض هذا التوجه، أكو قوة داخل هؤلاء يرفضون الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي، يريدون أن تكون هناك علاقات جيدة مع إيران دون التدخل بهذه الصورة. وبالمقابل هناك وضع دولي، يعني الوضع الإقليمي والوضع الدولي. الوضع الدولي مرتبط بمسائل عدة، بحالات عدة، بأوضاع كثيرة، مرتبط بتركيا، مرتبط بإيران، مرتبط ب سوريا، مرتبط بترامب، مرتبط بكل الحركة الكونية تقريبا. ما هي توقعاتك أنت؟ يعني أنت تحدثت عن احتمال أن يحدث تغيير ما، ورفضت أنت أن تكون هناك انتخابات قادمة، تقول ربما قبل الانتخاب. على ماذا بنيت هذا الاعتقاد؟ على أي أساس؟ هذا اللي حصل نتيجة الفوضى الكبيرة في العراق وتمدد إيران وإضرار بمصالح أمريكا في المنطقة، بدأ واضح تذمر لدى دول الخليج العربي والمنطقة كلها من
الوضع وتوسع إيران وتسببها في مشاكل كبيرة. هذا الأمر ضمن الصراع الدولي الآن سيفقد الولايات المتحدة موقعها في المنطقة العربية، وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي في تحجيم دور إيران هو ليس حبا في العرب أو حبا في العراقيين. لا هذا هنا يعني لحد الآن ليس هناك فعل، يعني شوفني فعل هذه هي النقطة. ما بني خلال 14 سنة لا يظهر في يوم واحد رد الفعل. لا هو يعني مؤشر، أريد مؤشر، أنا لا أريد يعني نريد مؤشر. يعني وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي ذهب إلى الولايات المتحدة بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تحدثوا عن ناس كثير، هم تحدثوا مع الجميع يعني مع كثير من القوى، أولهم حزب البعث يعني تحدثوا معهم للمرحلة اللاحقة. القضية قلت لك يعني الوضع العراقي الآن إذا تلاحظ تزايد القوات الأمريكية، بقاء قوات التحالف، هذا كل مؤشرات يعطيك أن هناك شيء ما يحصل. تواجد القوات الأمريكية على الحدود، دعمها لقوات سوريا الديمقراطية باتجاه سيطرة على الحدود السورية العراقية، إذا لأنه أنت تعرف الكم الهائل للقوات اللي دفعتها إيران بالعراق ليس قليل، أكثر من 120 ألف ميليشيا موجودة الآن على العراق، وبالتالي هذول حتى يحجم هؤلاء لابد أن يكون هناك عمل تدريجي متواصل. الآن بدأت يعني مناقشات في المجلس الشيوخ الأمريكي على اعتبار بعض الحركات الميليشيات هي ميليشيات إرهابية، النجباء وحزب الله وعصائب وغيرها، ومحاكمة قادتها. يعني هذا التحرك ربما يكون هذا هو السبب اللي خلاهم يعلنون استقالة. لا لا هو هذا واحد منها، بس هم يعلمون جيدا ان وضع الميليشيات الان موضوع يعني مشكلة قوي في حبيبي، صارت قضية ثقافة، الميليشيات صارت ثقافة في العراق. هذا عن أن تقضي على جذرها، وأنت لا تستطيع أن تقضي على جذرها بحلها وبناء حزب سياسي. لا، هذه ثقافة، الناس تدمرت، الناس داخلها هو اللي تدمر، فعملية البناء لا تأتي بهذه الطريقة ولا تأتي من الخارج. يعني لازم لحضرتك تقول شلون اللي شو ما شفنا شيء، انت هسه تقول لازم يكون كذا وكذا. إيه؟ هذا اللي نقوله احنا ما يجي بيوم وليله. نعم. اكو قضايا بدا العمل عليها، تشخيص الخلل اولا، بداوا تشخيص الخلل. لذلك تلاحظ الان زياره الصدر الى السعوديه، تغيير الكثير من القيادات الموجوده الان بالتوجه نحو العرب اكثر من ايران، يعني حتى العبادي الآن، العبادي أقرب إلى العرب وإلى أمريكا من إيران اليوم. هذا إيران تشعر أنه المالكي أصبح يعني ورقة محروقة، يعني هذا أول شيء. التكتل الباوع، التكتل حزب الدعوة بدأ يتفكك، التحالف الوطني ما بدأ يتفكك،
الانسلاخ الحكيم، كل من قام يحاول أن يهرب من تبعات اللي صارت من والجرائم اللي حصلت بحكم حزب الدعوة للسنوات الماضية، لكنه الشعب العراقي واعي ويعلم هؤلاء القيادات هي مجرد تغيير أسماء لا أكثر، تيار الحكمة وغيرها وغيرها، هذه كلها هي 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 فروع من حزب الدعوة. ولذلك الأستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا لك أخي العزيز لحضورك معي في هذه الأمسية. أعزائي المشاهدين، شكري لكم، أراكم إن شاء الله في حلقة نقاش جديدة وموعد